السلام عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، متابعينا الكرام ومتابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم همزات. مرحبا بكم في الفيديو الثالث ديال اليوم اللي غيكون ان شاء الله عباره عن الجزء الثالث من العروض ديال بيم ديال يوم الجمعه 21 اكتوبر 2022. العروض الوطنيه اللي جابوهم في هذه المره هذه بواحد الكميه كبيره تبارك الله، كتالوج كبير تاعنا نقسموه على عده اجزاء باش نقدروا نعرضوا جميع العروض ان شاء الله بشكل تفصيلي. بالنسبه للعروض ديال اليوم كما قلنا راه هذه الجمعه هذه، لاول مره يزورنا في القناه متابعينا الكرام يشترك يفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله، يبقى ديما يوصلكم الجديد. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب، واللي مازال ما اطلع على الاجزاء الاولى من نفس العروض ديال يوم الجمعه 21 اكتوبر العروض الوطنيه يدخل القناه، راه كاينين في القناه. ونبداو على بركه الله بلا ما نطولوا عليكم. كاين اول منتوج معنا متابعينا الكرام، واحد الكرسي معلق كما كتشوفوا معنا، بوا ماكس ديالو 120 كيلو، كيهز حتى 120 كيلو، كيجي بجوج الوينات، هذا ممكن تحطو مثلا في البالكون او في شي جريده، جايب هاد الديزاين اللي كيبان زوين. بالنسبة للثمن هذا راه كان داير في عروض سابقة 2000 درهم، 40000 ريال، رجعوا ب 30000 ريال، 1500 درهم، وكيتوفر بجوج الوينات الأحمر والأبيض. كاين أيضا معنا متابعينا الكرام خزانة متعددة الوظائف من أدور، فيها في العلو 108 سنتيم، 35 سنتيم في العمق، وأيضا في الطول ديالها 108 سنتيم، جايب ثلاثة دالبيبات وجوج مجهورة. بالنسبة للثمن هذه راه كانت دايرة في عروض سابقة 1000 درهم، 20000 ريال، رجعوها ب 750 درهم، 15000 ريال متابعينا الكرام، من الشركة ديال أدور. كاين أيضا منضدة ديال السرير من أدور أيضا، كانت ب 450 رجعوها ب 300 درهم، هادي راه ديما كتجاب. أيضا كاين معنا الدرج ديال الأحذية من أوفيس بازار، حتى هذا راه ديما كيتجاب معنا في العروض ديال بيم، كان يتجاب ب 450 درهم، فهاد العرض جابوه فقط ب 7000 ريال، 350 درهم. هذا منه كرسي باش تبدلوا الأحذية ديالكم، ومنه درج كتخزنوا فيه الأحذية كما كتشوفوا معنا، والصراحة راه الشكل ديالو كيبان زوين. مرجو من السيدات اللي كيتابعونا يشاركونا التجربة ديالهم في هاد المنتوجات هادو، خاصة أنهم ديجا تجابوا عدة مرات. كاين أيضا معنا رف حائطي خشبي، واحد الإيطاجير من كازيلدا متابعينا الأفاضل، السبورة ديالو من المعدن وهو من الخشب، كان داير 120 درهم، رجعوه ب 100 درهم، 2000 ريال، فيها في الطول هاد الطاجيرة هادي 60 سنتيم، وفي العرض ديالها 23 سنتيم. كاين أيضا معنا طاولة وكرسيين للأطفال، هادي ديال المراجعة متابعينا الكرام خشبية، بالنسبة للثمن كانت داير 445 درهم، رجعوها ب 300 درهم، 6000 ريال، من ديكولوف. وكاين معنا هاد الغطاء ديال السرير، زائد جوج أغلفة ديال الوسائد من دويرتي، ثلاثة ديال القطع بعدة ألوان، كيجي بعدة ألوان متابعينا الكرام. هذا الغطاء اللي كيلصق مع السرير، كيكون عنده واحد الإلاستيك كما كتشوفوا معنا في الصورة. بالنسبة للثمن فراه داير 100 درهم، عوض 120 درهم، وهذا راه دو بلاس لشخصين. كاين أيضا معنا خزانة أو مكتبة مكونة من ثلاثة ديال القطع، حتى هادي راه ديجا تجابت عدة مرات، كانت دايرة 400 درهم، رجعها في هذا العرض هذا ب 350، 7000 ريال. كاين ايضا معنا في هذا العرض متابعينا الكرام سونترفيجوز من كيوي، عصارة بطيئة من كيوي، جاي بهذا الشكل هذا، هذا ممكن تطحنوا فيها اي نوع ديال الخضرة او ديال الفواكه، حتى البطاطا والجزر راه كتطحنوا وكتخرج لكم ما فقط العصير يعني ماء، بالنسبة للبقايا فكيتلاحوا في الغرف الثاني كما كتشوف معنا في الصورة. بالنسبة للثمن هذه راه كانت دايرة 700 درهم، رجعوها ب 10000 ريال، 500 درهم، لابويسونس ديالها 300 واط، وصراحة كتبان زوينة. كاين أيضا معنا آلة ديال صنع الأيس كريم كما كتشوفوا معنا، والسلطة كتقطع حتى السلطة من هيفر غورميت، 150 واط، عندها عدة أنواع ديال السكاكين كما كتشوفوا معنا في الصورة. بالنسبة للثمن هذه راه كانت ديجا جابت ب 300 درهم، 6000 ريال، فهاد العرض هذا رجعها فقط ب 3400 ريال، 170 درهم، وجاية بهاد اللوين الأحمر والأبيض. كاين أيضا معنا خلاط يدوي أو خلاط يد 3 في 1 من كيوي، 600 واط، كيجيب العشوار الميكسور والضراب، هذا كان في عروض سابقة ب 5000 ريال، 250، رجعوه ب 4200 درهم. صراحة هذه فرصة كبيرة اللي بغى يستافد من هاد العروض في هاد الجمعة هادي، كاين تخفيضات مهمة بزاف كما شفتو معنا. كاين أيضا معنا طاقم خلاط كهربائي من هيفر، 1500 واط، حتى هو كيجي بالضراب وبالهاشوار والميكسور، كان داير 280 درهم، رجعوه ب 250، 5000 ريال. وكاين أيضا معنا هاد البلندر إلكتريك
البقال ديالها منزج لتر فاصلة خمسة كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام من ألاسكا، وكيجي حتى الغراف ديال العطرية معها. بالنسبة للثمن فكانت دايرة 230 درهم، فهاد العرض هذا رجعوها ب 200 درهم 4000 ريال. وكاين هاد الخلاط المحمول ميكسور بورتابل 270 ملي، يعني كيهز غير واحد الكمية صغيرة من العصير 40 واط. هذا راه كيتشارجا باليو اس بي، يعني كتاخذوه معاكم مثلا في السيارة او في المكتب ديالكم. بالنسبة للثمن فكان داير 100 درهم، رجعوه ب 70 درهم 1400 ريال. وكيتوفر بعدة الوان كما كتشوفوا معنا. كان ايضا معنا مجموعة ديال رداء حمام للكبار مكون من عدة قطع متابعينا الكرام، 8 ديال البياسات، 2 ديال لي بينوار، 2 ديال الفوات الكبار، 2 فوات صغار، و 2 ديال لي بونتوفل كما كتشوفوا معنا. كانوا دايرين 650 درهم، فهاد العرض هذا فقط جابوهم ب 600 درهم 12000 ريال. هذا كيصلح كادو من بي ام جي هاوس، وكيجي في لومبالاج ديالو بهاد الطريقة هادي كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا هاد الرداء ديال الحمام من بي ام جي هاوس، ايضا بجوج لوينات للرجال والنساء، ب 230 درهم عوض 300 درهم، هادو 100% من القطن. كاين هذا فقط للنساء من كونفور فاميلي 160 درهم عوض 190، ايضا 100% من القطن. وكاين هاد المجموعة ديال الحمام من غوندور من البلاستيك، 5 ديال القطع 150 درهم 3000 ريال عوض 170. كاين ايضا معنا مجموعة ديال المنظمات ديال الحمام، 3 ديال القطع كما كتشوفوا معنا، هادو من خشب البامبو وفيهم واحد التوب لداخل كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، 120 درهم عوض 150. وكاين هاد الحامل ديال لي بينوار، هاد العلاقة هادي كانت دايرة 30 درهم 600 ريال، رجعوها فقط ب 15 درهم 300 ريال، وراه من لاسير انوكسيدابل، وكتوفر لكم 15 كروشي متابعينا الافاضل. كاين ايضا معنا مجموعة ديال جوج علب ديال التخزين من هيفرهم ب 170 درهم عوض 250. كاين هاد الطاولة للاطفال بلاستيكية بعدة الوان ب 70 درهم عوض 85 درهم. كاين هاد المرآة المستديرة فيها 43 على 40 سنتيم 100 درهم عوض 170، صراحة الديزاين ديالها زوين. كاين هاد المجموعة ديال 3 ديال الإضاءة زخرفية ديكوراتيف من ايرون 150 درهم عوض 180. وكاين هاد الحامل ديال المجوهرات ب 60 درهم عوض 75 درهم من كيو ديكو. كاين هاد الحامل ديال الشومة ب 35 درهم عوض 65. وكاين هاد المجموعة ديال 3 ديال المنظمات ديال المكياج ب 25 درهم عوض 50 درهم عوض 1000 ريال 500 ريال. كاين عندنا هاد المنظمة هذا كان داير 60 درهم، رجعوه ب 800 ريال 40 درهم متابعينا الكرام من ايستا ستور. كاين ايضا معانا مجموعة ديال البريكولاج، كاين هاد المسدس للغراء ديال لاكول 130 درهم عوض 170. كاين هاد المجموعة ديال الادوات، هاد لافاليز هادي اللي فيها الشينيور عدة ادوات كما كتشوفوا معنا، كانوا دايرين 270 درهم عفوا، رجعوها ب 200 درهم 4000 ريال 41 قطعة. وكاين هاد المجموعة ديال المفاتيح ديال الصيانة من هيفر، كانوا دايرين 70 درهم، رجعوهم ب 60 درهم 8 ديال القطع. كاين هاد المجموعة ديال الغطاء لمقاعد السيارة مكون من 11 قطعة 200 درهم عوض 300 درهم، متوفر ب 3 د اللوينات كنظن، هي 3 د اللوينات. كاين ايضا معنا هاد الضغط او هاد كومبريسور ديال الهواء للسيارة، كان داير 150 درهم، رجعوه ب 120. كاين هاد البيسات للسيارة مكون من 5 ديال القطع، كان داير 85، رجعوه ب 70 درهم. وكاين هاد نظام الانذار للسيارة كان داير 200 درهم، رجعوه ب 130. كاين هاد الجهاز للسيارة بشاشة ديال اللمس تاكتيل، كان داير 650 درهم، رجعوه ب 450، نقصو فيه 200 درهم. وكاين هاد الشاحن سون فيل كان داير 120 درهم، رجعوه ب 75 درهم. هذا خاص بالسيارة، وهذا راه كتشارجو بالتليفون بلا خيط، ولكن خاص الهاتف ديالكم يكون متوفر على هاد الخاصية هادي. متابعينا الكرام، متابعتنا الكلمات، هذا هو اخر منتج معنا في هذا الجزء الثالث من هذه العروض، هذه العروض الوطنيه ليوم الجمعه 21 اكتوبر 2022. هذه العروض راه في جميع المحلات ديال بيم متابعينا الكرام، اي محل حداكم غتلقاو فيه هذه العروض ان شاء الله. كما قلنا راه كاين اجزاء اخرين ديال هاد العروض، اللي مازال ما يطلع عليهم يدخل القناة ويطلع عليهم. بقى معنا واحد الجزء اخير ان شاء الله غندوزوه، مازال اخر جزء من هاد العروض هادي، الجزء الرابع. نتمنى ان هاد العروض تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا معنا، نكونوا قدمناهم بطريقة سهلة ومفيدة. لأول مرة يزورنا في القناة يشتركوا ويفعل زر الجرس،
باش ما يفوتكم حتى عرض ويبقى ديما يوصلكم الجديد. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب. نتلقاو في الجزء الرابع. دمتم بخير متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.